كانت هذه الصورة اللي جديدة اللي جديدة عندنا في المغرب بصفة عامة، ماشي غير في أكادير. واحد كلشي كيدي بالعدام هي، فهمتي، كيخصها تبدل. أنا ما متفقش معها تماما، لأن هناك عمل، هناك استثمارات اللي كتدار. إلا بغيتي نذكرها، في أكادير كنهضروا على المشاريع اللي كنقول لك أليوبوليس، كاين 16 أوزين اللي تبنات، والاخرى غادي تزيد تبنى. تغازوت كمنتج لي زوتيل اللي كاينين في تغازوت 2019 غادي يكملوا الاستثمارات. الاستثمارات ديال تحلية ماء البحر اللي غادي تحل واحد الإشكالية كبيرة، راه بدات فيها الخدمة، 4.4 المليار ديال الدرهم. تدشنات لا ستيب ديال عبد المؤمن اللي غادي تنتج الطاقة يعني من البارز ديال عبد المؤمن، 3.2 المليار ديال الدرهم. حنا في الجهة يعني واحد العدد ديال المشاريع اللي كنديرو في الطرق القروية، عندنا تقريبا 5 المليار ديال الدرهم اللي غادي تدار في تقليص الفوارق، هذه خاصة بالعالم القروي. يعني واحد العدد ديال هذه غير الاستثمارات اللي كنتبعوها، واحد العدد ديال كنشوفوا لي زوتو اونتربرونور، وصلنا واحد 5000 غير في هاد لي دو زاني. دونك كاين هناك أنشطة، ولكن دائما حنا الناس كيشوفوا داكشي اللي خاص، ما كيشوفوش داكشي اللي تدار. اذا كنظن انا هاد الصورة ما متفقش معها تماما، خصنا نكون متفائلين. هناك برامج، خص فعلا كاين التشغيل ديال الشباب يعني باقي فيه إشكاليات، وهذه البرامج اللي غادي نكبوا عليها، ولكن خص بعد تكون ثقة، ويكون واحد يعني التفاؤل في الشباب، وفي ونحيدوا هاد يعني الصورة ديال العدمية لبلادنا. ماشي غير حنا، راه جميع البلدان عندها لا كريز، عندها لا كريز ايكونوميك، ولكن عندنا دي بوتونسياليتي. كنشوف انا، راه كنقولها دائما، باقي عندنا مؤهلات كبيرة، لان وضعنا استراتيجية خصنا نخدموا في المستقبل. كانت عندنا واحد بعض القطاعات اللي كان عندها يعني مستقبل كبير، وكانت ديال الوقت ديالها، الفلاحة والصيد البحري والسياحة في وقتها. دابا السياحة ما واكبناهاش، لأن هذا هو العمل اللي عندنا. كنقول راه قلت السياحة داكشي اللي كنديرو غير بريكولاج، واخا كان بزاف ديال النقد على البريكولاج. علاش كنقول البريكولاج؟ لأن عندنا مؤهلات كبيرة وما استعملناهاش. عندنا هاد البحر، حنا غاديين بواحد 15 ألف سرير، عندنا 30 ألف سرير النص فيها ما خدام. راه ملي جات رئيس الحكومه والحكومه طلبت باش نطلقوا الفونسيي، الناس شنو بغاو دابا؟ كاينين الناس اللي غادي يستثمروا يديروا دي زوتيل 5 ايطوال، غادي يجيو يستثمروا ومن عندهم، وعندهم لي كليون ديالهم. هذاك هو المستقبل ديال اكادير، هو لو بارنيير. حنا ملي بدينا هاد العمل ديال السياحه كنا مع لي زيل كناري، كنا مع شرم الشيخ، الناس وصلوا 400 الف سرير، حنا باقيين في 30، والناس كيطلبوا دابا غير الفونسيي تبسيط المساطير. هادشي ممكن نوصلوه، وهادشي فاش خدامين الان، باش يعني تغازوت غادي تسالا، خصنا نمشيو الاغروض، خصنا يعني في ما كان لو فونسي نطلقوه، باش نكونوا محطه شاطئيه كبيره. وكتعرف السياحه كل سرير راه منصب شغل، باش ما عندنا يعني، وهادو الناس موجودين اللي بغاو يستثمروا، لي غران تور اوبيراتور اللي عندهم الامكانيات ديالهم، عندهم التيارات ديالهم، عندهم الاستثمارات ديالهم. اذا كيخصنا نواكبوا هذا النمط الجديد ديال السياحه. المسائل الاخرى، الفلاحه دابا ما بقاش عندنا الماء، دونك باقيين غير في التثمين، داكشي علاش درنا داك لاغروبول وليبوليس. نفس الشيء بالنسبه للصيد البحري. المسائل الاخرى كيخصنا لينوفاسيون، علاش درنا لا سيتي دينوفاسيون، درنا التكنو بارك، درنا لا زون فرونس باش ندوزو لي سيرفيس، ودرنا البرنامج ديال التسريع الصناعي، باش حتى حنا ندخلو. راه عندنا البرنامج اللي كنتسنى امام صاحب الجلاله، اللي غادي فيه واحد 24 الف منصب شغل اللي تخلق، وعندنا لي زيكوسيستيم عارفينهم، عندنا لا فورماسيون بروفيسيونيل تدار ليها البرامج ديالها. اذا شكون غادي يدير هادشي كامل؟ دونك خصنا يديروه ولاد، يديروا الشباب، يديروا ولاد المنطقه. اذا خصنا نكون متفائلين، لان عندنا دي بروغرام اللي خصنا نكون دوا رياليزي، ماشي نبقاو غير نبقاو في التشاؤم. اذا كيخص يكون واحد، لان دابا عندنا استراتيجيه اللي غاديه فين غادي نخلقوا مناصب شغل، فين غادي نخلقوا الثروه. وحنا في هذه الجهه كيخصنا انوفيو، دونك خصنا الابتكار، لان الموارد يعني الطبيعيه ما بقاتش،
خص الابتكار. دونك الابتكار خص الواحد ملي يفيق يقول اش نقدر انا نزيد لهاد الجهه، ماشي غير نبقى نكريتيكي فهمتي. اذا هذا هو الراي ديالي المتواضع. باش تبقى الخبر فراسك ما عليكم غير تشتركوا في لاشين يوتيوب ديالنا، وما تنسوش الضغط على جرس الاشتراك باش تبقى ديما الخبر فراسك.